أفضل الأمر في أنه الأم تكون يعني تحسس ابنها أو بنتها بوجودها، أنه لما يكون في مرحلة يعني خلينا نقول 3 سنوات اللي هو يستوعب الكلام الأخذ والعطاء، أنه تقول له أنا معليش حبيبي أنا تركتك فترة طويلة غصب عني لأني أنا كنت مثلا في الشغل أو شو اسمه والحين أنا جيت، يعني دائما تسمعوا هذا الكلام عشان يعرف الطفل أنه غيابها ما كان برضاها أو أنها هي تبغى تغيب عنه، لا هي مضطرة أنها تغيب، وانه فلانه هذه قاعده تساعدك، لانه احيانا يعني احنا نساعد في انهم يرتبطون بالعامل اكثر مننا. انه انا اقدر مثلا انا اكون مرهقه تعبانه واجي البيت انا مالي خلق اني لسه بشوف ادادي واقعد العب معها واقعد معها وكذا، اقوم اقول يلا يا ماما روحي معها شو اسمه، او يعني دائما انا اللي اخليها تروح لها. فانا اذا في واحده قاعده تنفذ لي وانا صغيره الاشياء اللي ابغاها، تلاعبني تقعد معي تصبر علي تغير لي، وامي مين متحملتني، فمين اللي ححب مين اكثر؟ غصبا عني ححب الثاني، خاصه انه حتى في وجودها تكون يعني طول الوقت تخليني اروح لها، ما تبغى ازعاج. انا مثلا الطفله تزعج الام مين متحمله لانها اوريدي عندها ضغوط، فتروح تنادي طب شيليها عني وهي تشوف هالشيء. هذه الصور ما تغيب عن ذهن الطفل أبدا مهما كان صغير.